يستفيد. ممكن نحكي ان الفورمه مازالت ما حضرتش للفرق الاربع الحقيقه في هذه المجموعه، بينما كره ممتازه، كره خطيره جدا وفرصه وهدف التعادل الوداد، هدف التعادل الوك، هدف التعادل من القناص محسن ياجور. في وقت الحديث عن الفورمه مازالت ما اكتملتش لرباع المجموعه الحقيقه. المولديه، الترجي، الوداد والاهلي ماشي هذا مستواهم، مستواهم اعلى بكثير، ومع تقدم المنافسه ستزداد قيمه الفرق الاربعه في الجروب. ولكن الان تعادل مهم لمتابعه ممتازه وشغل كبير من الاسمر، شغل كبير من اللاعب اوندما فابريس، يعمل شغل كبير في وسط دفاع النادي الاهلي، يتعدى السيد، يعمل الكروس والاوفر وممتازه كما جات، الجيز تكنيك، اللقطه الفنيه، التوازن بين الكوره والبدن نتاع ياجور، والمحسن يتعادل للوداد البيضاوي. اثنين الوقت، اثنين النادي